This video is freeware, so you can use it as you wish. Gaddafi arrested. رأى رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان أن الديمقراطية قطعت أشواطا وظلت تفتقر إلى حلقات أساسية هي المحاكم الدستورية، مشيرا في افتتاح مؤتمر اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية إلى أن الدستور أرقى مرجعية ترجمة لما ارتضاه المواطنون. وأكد سليمان أن لا غنى عن العدالة الدستورية في ظل العولمة، وأن الخلل في التشريع قد يؤدي إلى زعزعة وحدة المجتمع وتقويض الدولة، مشددا على أن السلطة تقتضي الكثير من الانضباط والحكمة. إن المآزق القانونية والتي واكبتها أزمات سياسية والإشكالات والثغرات الدستورية تدعونا إلى إناطة مهمة تفسير الدستور إلى المجلس الدستوري وفقا لما نصت عليه وثيقة الوفاق الوطني، وهذا يتطلب تعديلا دستوريا. الثاني، توخيا لتحرير المجلس من التسييس، ينبغي تعديل قانون إنشائه وإعادة النظر في طريقة تعيين أعضائه التي تتم اليوم مناصفة بين مجلس الوزراء والمجلس النيابي. فوثيقة الوفاق الوطني وقد مر عليها أكثر من 20 سنة نصت على قانون انتخاب يؤمن صحة التمثيل السياسي لشتى فئات الشعب وأجياله. وأشار سليمان إلى أن التجربة تفيد أن العودة إلى الأصالة المعبر عنها في الدستور هي ضمانة لبنان، وكانت كلمة لرئيس اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية فاروق سلطان الذي استعرض وضع المحاكم الدستورية في العالم العربي. See perhaps also. After the first and the second contact, see impossible these videos. Only 22 days passed, and then.